بعض إطلالات آلاء نجم تتسم مرات بالجرأة، ونشوف عليها يعني عدد من التعليقات إنه إطلالة هاي جريئة على مجتمعنا، خصوصا بالمهرجانات اللي خارج العراق. هل تتعمدين إثارة الضجة بهاي الإطلالات؟ لو هو ذوقك لو شنو؟ إلك المايك. يعني أولاً أنا إطلالاتي مو جريئة، ممكن مو يعني جرأة مو بالشكل جريئة هذا، لكنها مختلفة خلينا نقول. مختلفة. وهي مرة رحت المهرجان الجونة، إجتني دعوة لبست فستان أحمر، والجمهور ما قصر بالتنمر، إنه كانت ما عاجبهم، لكن أنا عاجبني كان، وأنا رايحة مهرجان يعني، وإلي حق أني بلبسي وبإطلالاتي، إلي الحق انه اطلع شلون ما يعجبني. يكفي نقول لازم تلبس ما يعجب الناس، ليش دا البس ما يعجبك؟ وبعدين اني ذولا كلهم اللي يعلقون تعليقات سيئه سواء علي وعلى غيري وعلى غيري، ذولا احسهم مجندين لهذا الموضوع. وبعدين انا ما اعرفهم، يعني واحده مخليت لي صوره لعابه، انا ما عرفت شنو لبسك شنو ذوقك، ما معقوله يفرضون ذوقهم علينا. انا ضد انه فرض ذوق الجمهور على الفنان او الفنانه، على اي اساس؟ بعدين قاموا يتنمرون حتى على العالميين، يعني هاي ديور تسوي وشانيل تسوي، يطلع لك واحد ما تعرفه منو ما منو يحكي عن لبسك. وبعدين اكو مساله ثانيه، انه انت تنتقد اطلالتي ممكن، تقول لي رايك، بس لا تروح شرف وهاي لا تغلط علي ولا تغلط على اهلي ولا تغلط على عشيرتي، ولا لك حق انه تعيب علي او تنتقص مني. يعني هاي اكو جماعه فد 10 15 واحد، هذول بس مهمتهم يكتبون، هذه منين اثنين بالشارع ما يعرفوها، هاي واحده ليش؟ طبعا بس ليش نلاحظ مثلا بعض الاطلالات جريئه لكن بنفس الوقت انت متحفظه بالتلفزيون؟ يمكن بالمسرح شوية أكثر حرية قلت لك عندك. أنا إطلالاتي مو جريئة، مو جريئة. هي مرة هاي لبست يعني شوية الكتف طالع، وبعدين لا طبيعي يعني، كانت الفساتين كانت طبيعية، وهذا ذوقي مو تحفظاً ولا، بس أنا هو هيك مختلفة. يعني هو أنا أروح للسوق أشوف شيء يعجبني أخذه خلاص، بعد يطلع لي ألف مهاجم على أي أساس؟ لا لا بالنهاية مو طبعاً مقبول يعني.